كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 6 ركعات. هذا حديث صحيح. في الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4، وهذا حديث صحيح. قال الراوي كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. الوارد في صلاة الضحى أن أقلها 2 ركعات، وجاز أن تزيد فتصلي 4 وهو أفضل، وجاز أن تزيد فتصلي 6، وجاز أن تزيد فتصلي 8. رواية 8 داخلة في هنا، ويزيد ما شاء الله. وهذا الغالب عند جمهور العلماء أن الضحى بين 2 ركعتين و8، لكن هناك من بعض الفقهاء من زاد وقال صلاة الضحى تصل إلى 12 ركعة. نعم، والله أعلم.